أهلا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من زوايا الحدث. سنناقش تفاصيل عملية تحرير منفذ البقع الحدودي مع السعودية ودلالات العملية العسكرية في محافظة صعدة. إذن مشاهدينا، جبهة جديدة هذه المرة بالقرب من مركز الميليشيا، أخيرا قوات الشرعية على أبواب صعدة. من منفذ البقع كانت البداية، والهدف كما يبدو هو تحرير المحافظة بأكملها. سيطرت قوات الجيش والمقاومة على منفذ البقع الحدودي ووصلت التقدم باتجاه مركز المدينة، وفي حين يرى البعض أن هذه العملية تأتي في إطار تأمين منطقة عازلة على حدود المملكة العربية السعودية بعد تزايد هجمات الميليشيا، ويؤكد آخرون أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحرير كامل المحافظة وإسقاط سلطة الميليشيا التي تحكمها منذ سنوات وأصبحت مركزا لسلطة الميليشيا التي تحكم البلد في هذه اللحظة مع حليفها الرئيس المخلوع. دلالات العملية العسكرية التي أطلقها الجيش في صعدة وأهدافها ستكون محور حديثنا هذا المساء، ولكن سنستهل النقاش مع ضيوفنا بعد أن نتابع هذا التقرير. على هذه الخارطة تزحف قوات الجيش الوطني والمقاومة باتجاه مدينة صعدة. استراتيجية عسكرية جديدة بدأت تتكشف بالسيطرة على منفذ البقع الحدودي. وفق مصادر محلية فإن القتال كان خاطفا والسيطرة كانت سريعة، فقد تمكنت القوات من إحكام قبضتها الكاملة على المنفذ والتقدم عشرات الكيلوهات باتجاه مركز مديرية كتاف. في الحسابات العسكرية لا يبدو هذا التقدم اختراقا بسيطا أو محض مناورة ورسالة بالقرب من رأس قيادة الميليشيا، لكنه إنجاز يبنى عليه في خارطة السيطرة العسكرية على الأرض. ومن المتوقع أن يكون البقعة التي تعد منطقة استراتيجية مهمة منطلقا لعملية عسكرية واسعة باتجاه مدينة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي وحاضنته من رئيسة. استنادا إلى الوقائع العسكرية الجارية، تبين أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تستعد لفتح جبهة قتالية في صعدة، وهو ما يعني تطويق رأس التمرد وسحبه إلى الوراء. فالشاهد أن هذه العملية تستهدف تأمين منطقة عازلة بين اليمن والسعودية، تعمل على تحجيم نشاط الميليشيا العسكرية وتمكين الشرعية من مناطق بعينها. هذه التحركات العسكرية المفاجئة تزامنت مع تصعيد ميليشيا الحوثي والمخلوع على الحدود واستهدافها الأراضي السعودية بعدد من الصواريخ البالستية، لكن قوات الدفاع الجوية السعودية اعترضتها واستهدفت مواقع الإطلاق بحسب قوات التحالف. كما تأتي هذه التحركات بعد أيام من تعيين الرئيس هادي محافظا جديدا لصعدة والتحشيد في صفوف الجيش الذي بدأ منذ شهرين بتجنيد المئات من المقاتلين لخوض المعركة الفاصلة مع الإنقلابيين. إذا ما تعذر الوصول إلى اتفاق سياسي وتعثرت خطوات الدبلوماسية الدولية عن المضي قدما لوقف صوت السلاح. إذن مشاهدينا، كما يبدو اليوم يعني من يوم أمس بدأت عملية عسكرية، بدأت بتحرير منفذ البقع على المحاذي لمدينة صعدة مع حدود المملكة العربية السعودية. الكثيرون يتوقعون أنها تكون تمهيد لانطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير هذه المدينة التي باتت منذ فترة تحت سيطرة، يعني بعيدا عن سيطرة الدولة من عشرات، من ما يقرب 10 سنوات وأكثر. مشاهدينا، يعني يفترض أن يكون معنا في حلقة الليلة، سيكون معنا القيادي في المقاومة الشعبية من صعدة مهران القباطي، وأيضا سينضم إلينا محافظ المحافظة من الرياض، هو موجود حاليا معنا الآن، سينضم إلينا هادي طرشان. يعني سيادة المحافظ مساء الخير. مساء النور، العافية، مرحبا. سيادة المحافظ، لو بدأنا معك، إذا ما تحدثنا عن هدف العملية العسكرية التي انطلقت في محافظة صعدة، ما هو الهدف الرئيس لهذه العملية في هذا التوقيت؟ بداية نشكركم على الاتصال. وبالنسبة للهدف الرئيسي للجبهة التي فتحت من منفذ علب، هو إن شاء الله إعادة صعدة إلى حظيرة الجمهورية اليمنية وإزالة الميليشيا وآثار الميليشيا الإنقلابية التي سيطرت على صعدة هذه المدة كلها. نعم، لكن يعني هناك البعض يرجح أن تكون هذه العملية هي فقط لإيجاد منطقة عازلة على حدود المملكة العربية السعودية، يعني لكي يكون المشاهد على اطلاع كامل، هل هذه العملية أتت في سياق عملية متكاملة لتحرير المدينة أم أنها فقط لتأمين الحدود فقط؟
المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من اليمن، ونشكر المملكة شعبا وحكومة وملكا على ما قدموه ويقدموه للجمهورية اليمنية والمحافظة الصعدة خاصة. الذي يريد أن يفصلنا عن المملكة هذا له هذا شأنه، لكن أما أن يقول أن هدف الجبهة هو حماية الحدود، بداية الجبهة وجدت من أجل أن يعني نعيد المحافظة المسلوبة من الميليشيا الإنقلابية، والهدف من هذه الجبهة التوجه إلى مركز المحافظة وإعادة المحافظة إلى حظيرة الجمهورية اليمنية للتعود إلى الجمهورية اليمنية التي استولت عليها ميليشيا الإمامة. حدود المملكة لا شك ولا ريب أنها جزء لا يتجزأ من أمننا في صعدة وفي اليمن بشكل عام، ولا يشرفنا أن يكون هناك اعتداء على إخواننا في المملكة العربية السعودية، لكن لا يخلط الأوراق. الذي يقول أنها وجدت من أجل الدفاع عن الحدود هذا فيه خلط للأوراق. نعم سيادة المحافظ، لو تضعنا يعني بصورة الأحداث هناك، يعني أولا في حجم القوة العسكرية التي انطلقت بها هذه العملية، وهل هؤلاء يعني الجنود الذين يقاتلون في هذه الجبهة من أبناء المحافظة أم من محافظات أخرى؟ الكلام عن الجنود أنهم من محافظة صعدة أو غير محافظة صعدة أيضا هذا يشبه السؤال الأول، أننا يعني حول حدود المملكة. الذي في أبين أو في حضرموت أو في عدن أو في سعز أو في صعدة، نعم، هم كل لا يتجزأ، إخوة يجمعهم الوطن ويجمعهم تراب الوطن في أي منطقة وفي أي محافظة. والدفاع عن صعدة ليست مسؤولية آل صعدة، الدفاع عن صعدة هي مسؤولية كل اليمنيين، الدفاع عن سعز مسؤولية كل اليمنيين. أصحابنا من صعدة يقاتلون مع الجيش الوطني و مع في نهم، ويقاتلون في تعز ويقاتلون في البيضة، وأيضا إخواننا من هناك يبادلون نفس الشعور ويقاتلوا مع إخواننا في جبهة صعدة. نعم هناك من محافظات أخرى غير صعدة، لكن أيضا أصحاب صعدة موجودين ويقودون المعركة ويشاركون بفعالية، وهذا واجب وطني وديني. نعم سيادة المحافظ، ماذا عن الإسناد من قوات التحالف؟ يعني هل تتلقون الدعم الكافي؟ يعني هل هناك قوات برية شاركت في هذه العملية أم أن الدعم يقتصر على المساندة الجوية؟ ليس هناك أي فرد من أي دولة أخرى يشارك في الجبهة، هناك إسناد بالطيران. نعم أخواننا في التحالف العربي مشكورين لهم كل الشكر ولهم العرفان ولهم نمتن لهم بمشاركتنا في تحرير محافظتنا وفي تحرير اليمن أيضا من عصابات الحوثي وعفاش، وهم يساندوننا بالطيران ويساندوننا ب يعني القوة وما إلى ذلك. أما أن هناك مشاركة يعني على الأرض فليس هناك مشاركة على الأرض، كل من على معرفة يعني أرض صعدة الآن من صعدة ومن إخواننا في بعض المحافظات اليمنية. نعم سيادة المحافظ، كيف يعني نستطيع أن نفهم الاستبسال القائم من قبل قوات الميليشيا في يعني منطقة المواجهات في الجبهة، وما هي حجم الخسائر؟ هناك خسائر للحوثيين كبيرة سواء بالجانب البشري أو بجانب المعدات والمعنويات، بفضل الله سبحانه وتعالى لأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مرتفعة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهم يتقدموا تقدم كبير، إلا أن هناك ألغام الحوثية وميليشيات يفرش الأرض بالألغام، وهذه حيل الضعيف وحيل المهزوم. وكذلك أيضا يضربوا بصواريخ الكاتيوشا والهاون، لكن مع ذلك الحمد لله لم تمنع ولن تمنع المقاومة والجيش الوطني من التقدم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الأيام والساعات القادمة إن شاء الله سيكون هناك انتصارات تسر كل يمني إن شاء الله. نعم سيادة المحافظ، يعني لكي تكون الصورة أوضح فقط نريد التأكيد، يعني أن المواجهات التي انطلقت في منفذ البقع لن تتوقف هناك وإنما ستمتد حتى تحرير المحافظة كاملا. هو ذاك إن شاء الله، لن تتوقف حتى تتوقف أجساد وحركات الحوثيين ومن يساند الحوثيين ومن يؤيد الإنقلابيين، لن تتوقف إن شاء الله.
المعركة ولن تتوقف المقاومة والجيش الوطني من التقدم والسيطرة على كامل محافظة صعدة حتى يوضع العلم اليمني يرفرف فوق مران كما قال ذلك فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وإن شاء الله أننا نفي بوعده الذي وعده. سيادة المحافظ، إذا ما تحدثنا عن الدعم المجتمعي لهذه العملية من داخل المحافظة، هل يمكن القول أن هذه العملية تنتظر دعما من الداخل؟ أصحاب محافظة صعدة ليسوا حوثيين، الحوثي طرأ على المحافظة والحوثي ليس من المحافظة أصلا، وأصحاب محافظة صعدة رجالا ونساء وكل من في صعدة هم لا يؤيدوا الحوثي، وإنما فرض الحوثي سطوته وسيطرته بالحديد والنار بالبطش فقط، لم يفرضها كقناعة عند أصحاب عند في محافظة صعدة، وإنما فرضها بالبطش والتنكيل بأبناء المحافظة الذين ظلوا يقاتلوه 7 سنوات حتى يعني أنهكهم وهو يقاتلهم بقوات دولة التي سلمها علي عبد الله الصالح إلى الميليشيا الحوثية ليقاتل بها أهل صعدة. نعم سيادة المحافظ، لو تحدثنا عن التنسيق، هل هناك في تنسيق ما بين الجبهات المحاذية لجبهات البقعة يعني المنطقة العسكرية الثالثة والمنطقة العسكرية الخامسة لما من شأنه في تسريع عملية الحسم؟ نعم هناك تواصل، أنا تواصلت اليوم وأمس بالأخ المحافظ أمين العكيمي محافظة الجوف، وهناك تفاعل كبير جدا واستجابة كبيرة، وهناك أيضا تنسيق مشترك، والمقاومة والجيش الوطني كله لا يتجزأ في أي محافظة، وهناك إن شاء الله ترتيبات لجبهة إن شاء الله تتوجه من جهة الجوف لتلتحم بجبهة البقع وكتاف، وتكون جبهة واحدة إن شاء الله للتوجه إلى مركز المحافظة محافظة صعدة. لكن هناك سيادة المحافظ تخوف من أبناء محافظة صعدة أنه في حال وجود عملية تحرير لهذه المحافظة من وجود عمليات انتقامية قد تحدث، يعني ما هي الرسالة التي توجهونها لأبناء المحافظة؟ أخلاقنا أخلاق إسلامية يمنية عربية أصيلة، لا يعني تمتد هذه الأخلاق من إسلامنا ومن عاداتنا الحميدة في بلد الإيمان والحكمة، لا يمكن أبدا أن نسمح بأن يهدم بيت، ولا يمكن أبدا أن نسمح بأن يسلب بيت أو يدخل إلى بيت أو تنتهك حرمة بيت أو حتى تقطع شجرة أو يؤذى أي إنسان غير محارب، المحارب فقط هو الذي يواجه، الذي يترك السلاح ومن المغرر بهم إذا تركوا السلاح فيمكننا أن نتعامل معهم كأفراد مواطنين في محافظة صعدة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا يمكن أبدا، هذه إشاعات وأخلاقنا ستفرض علينا أن نتعامل بأخلاق الإسلام وبأخلاق اليمنيين. نعم سيادة المحافظ، رسالة أخيرة تود توجيهها لأبناء محافظة صعدة وأيضا للجنود المتواجدين في الجبهات المحيطة بمدينة صعدة. قبل التوجه لأخواننا في محافظة صعدة أتوجه بالشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ونائبه، وكذلك أتوجه بالشكر لأخواننا في قوات التحالف بقيادة المملكة العربية الشقيقة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ثم أيضا رسالتي لإخواني وأبنائي وأبائي في محافظة صعدة أنهم لابد أن يتوجهوا لإخوانهم ويستقبلوا إخوانهم ويستبشروا بدخول إخوانهم، لأنهم دخلوا من أجل مصلحة أبناء محافظة صعدة، من أجل أن يأخذوا يزيلوا عنهم هذا الكابوس الذي حل بهم في محافظة صعدة، وهي ميليشيات الحوثي الإجرامية التي جعلت صعدة مسرحا للقتال ومسرحا للصواريخ ومسرحا للمتفجرات بدل أن تكون مسرحا للسلام، وأن تعود إن شاء الله بإذن الله ستعود محافظة صعدة إلى سابق عهدها وأفضل من ذلك، لتعود مدينة السلام بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا المحافظ. أما رسالتي للجيش الوطني فنشد على أيديهم وأيضا المقاومة الشعبية ونقول لهم نحن نقبل الأرض تحت أقدامكم، توكلوا على الله، استعينوا بالله عز وجل، والنصر القادم إن شاء الله حليفكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن معكم في كل خطوة تخطونها. أشكرك جزيلا محافظ محافظة صعدة هادي طرشان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا الآن من الرياض رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات السيد نجيب غلاب. سيد نجيب مساء الخير. يا مساء النور والعافية. أهلا بك سيد نجيب. جبهة أخرى بالقرب من مركز سلطة الميليشيا في صعدة، ما دلالات هذا التطور في هذا التوقيت برأيك؟
أولا هذه الجبهة كان من المفترض أن تعمل من أو في وقت سابق، لكن يبدو أنه تم الإعداد لهذه الجبهة بشكل يعني دقيق ومتقن، ويبدو أن هناك قوة صلبة ومدربة ومستعدة أن تشكل عملية اختراق لمديريات صعدة وصولا إلى مدينة صعدة. تعتبر صعدة يعني هي من أهم المراكز الأساسية، ربما هي نسميها عش الشيطان الذي يعني أنتج الحروب، والذي وما زال مركز صناعة قرار الإنقلاب موجود داخله، أيضا وجود الخلية الأمنية الإيرانية أيضا هو مركز التدريب الميليشيات وتصديرها، ومركز إنتاج الكهنوت وتصديره إلى بقية محافظات الجمهورية. وبالتالي ما صعدة تعتبر يعني ما فتح جبهة باتجاه صعدة، أنا أعتبرها اليوم من أهم النقلات النوعية ومتغير جذري في المعركة، وسيتم التركيز عليها إذا تمكن. لكن سيد نجيب، يعني إذا ما نظرنا إلى هذه الجبهة التي فتحت حاليا في صعدة، ألا يعني يمكن القول أنها جاءت فقط يعني لسحب قوات الميليشيا إلى صعدة، ومن ثم التخفيف على الجبهة المحادية للعاصمة صنعاء؟ ربما هذا يسحب جزء من الميليشيات المنتشرة في أمانة العاصمة وفي المحيط القبلي، يعني الحزام القبلي صنعاء، لكن بمجرد أن تصبح المعركة داخل صعدة، المحيط القبلي كله بصنعاء سيعيد ترتيب أوراقه بشكل مختلف. عندما يتم تهديد صعدة باعتبارها هي اليوم المركز الأساسي المنتج للإنقلاب، وميليشياتها القادمة من صعدة منتشرة في أغلب المحافظات وموجودة داخل صنعاء، ستسحب كثير من هذه الميليشيات باتجاه صعدة، لأنه سقوط صعدة بالنسبة للحركة الحوثية هو نهاية للحركة نفسها، فبالتالي صعدة ربما هي أهم لهم اليوم من صنعاء، باعتبارها أيضا لو سقطت صنعاء يعتقدون أن صعدة ستكون هي المأوى الأساسي اللي من خلالها يعيد إنتاج الحروب مرة أخرى، وبالتالي إفشال أي انتقال سياسي في المرحلة القادمة. مسألة ضرب صعدة ومحاصرتها وإنهاء يعني ملاحقة الميليشيات والعناصر القيادية للحركة الحوثية داخل صعدة سيخنق الحركة كلها في جميع محافظات الجمهورية، وبالتالي بالنسبة لهم هذه المعركة ستكون من أهم المعارك، ربما يعني يوظفوا كل قوتهم وهم راكموا. سنستكمل معك سيد نجيب من هذه النقطة، سنتوقف هنا وسنشرك معنا بالحديث من صعدة. سينضم إلينا الآن العقيد مهران القباطي القيادي في المقاومة. سيد مهران مساء الخير. أهلا بك سيد مهران. في البداية لو يعني لو تضعنا في صورة سير العملية العسكرية الجارية منذ أمس في البقع في صعدة. تم بحمد الله في هذه الأيام ترتيب قوة من المقاومة أو من الجيش الوطني الموالي الشرعية لشرعية عبد الرب منصور هادي لترتيب صفوف وعد العدة، وبدعم من دول التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. نعم. التي أمدت لنا ببعض الأمور وبعض الدعم اللوجستي والدعم بالسلاح، وقام الجيش الوطني بقيادة قائد محور صعدة الشيخ العميد هاشم السيد العميد هاشم السيد أو هاشم القنيدي، وأيضا كذلك قيادات من الضباط والعقداء في الجيش الوطني الذين تولوا هذه المهمة وباقة العدو من عدة محاور، ولا يحتاج أن نسمي هذه المحاور، لكن خلاصتها أن هذا هو عمل الضغط من أجل ضد هؤلاء الانقلابيون الذين لا يخضعون للشرعية ولا يخضعون لشرعية بلد اليمن الحبيب. لكن ماذا عن تفاصيل العملية؟ أين وصلت المواجهات؟ بالنسبة للمواجهات، حصلت السيطرة على جبال عدة مواقع عسكرية وهي مهمة بالنسبة للنظام المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين الذين ساندوه. أخذنا أكثر التباب اللي هي مطلة على بعض المواقع وهي تعد عندهم مواقع عسكرية،
وإن شاء الله في هذه الأيام ستسمعون بما يسر الشعب اليمني بأن يفتح المنفذ الرئيسي الذي هو متجه إلى البقع أو إلى الجوف، وهذا سيكون في العملية الأخرى في الأيام المقبلة. نعم سيد مهران، طبيعة سيد مهران طبيعة المعركة هل هي من أجل تحرير المنفذ فقط أم أن هناك يعني توجه للتقدم تجاه المحافظة؟ لا، إنما هو تقدم تجاه المحافظة، لأن معقل رأسهم هي صعدة فيها الذي يحشدون من أجلها سيقاتلون، وهي عملية ضغط من أجل تسليم السلاح والإنقياد لشرعية الدولة وتسليم السلاح الثقيل للدولة. نعم، هل تم السيطرة كليا على مركز المديرية؟ طبعا تم السيطرة على أكثر المواقع فيها، وعما قريب كما قلت لكم تسمعون بالأخبار التي تسر الشعب اليمني. نعم، أين تتركز المواجهات حاليا في هذه اللحظة؟ هذا شيء لا أقدر أتكلم فيه إلا أعذرني. إذن أشكرك القيادي في المقاومة الشعبية مهران القباطي، كنت معنا عبر الهاتف من جبهة منفذ البقع، شكرا جزيلا لك. نعود للحديث مع سيد نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. سيد نجيب، يعني هناك من يرى أيضا أن هذه العملية تأتي في إطار تأمين الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، يعني بعد تزايد هجمات الميليشيا، ما مدى دقة هذا الطرح؟ أولا أشكر مهران القباطي وحاشم السيد وكثير من القيادات الوطنية الجنوبية التي تشكل اليوم رأس حربة في هذه الجبهة، وهذا دليل يعني واحدية المعركة ودليل أن الوطن كله يتألم وكله مستعد أن يواجه من المهرة إلى صعدة لإسقاط هذا الانقلاب. وهذا متحول أنا بالنسبة لي مهم جدا أنه فاعلية القوة الوطنية الجنوبية سواء في الجيش أو المقاومة الوطنية في معركة صعدة. أما أهمية يعني بالنسبة للمعركة، هو صحيح أنه صعدة هي تدير المعركة باتجاهين، هي مركز إدارة المعركة باتجاه صنعاء وباتجاه الحدود، وبالتالي هو تأمين للحدود السعودية، هذا جزء من المعركة. لكن الأهم من كل ذلك هو إنهاء أي سيطرة عسكرية أو ميليشياوية اليوم وغدا ومستقبلا، لأن صعدة مثلت هي عش الدبابير فيما يخص مسألة التهريب، فيما يخص مسألة تهريب السلاح والمخدرات، فيما يخص تصدير الميليشيات، فيما يخص مسألة تصدير الفكر الكهنوتي المتعارض مع الجمهورية. وبالتالي صعدة هي بشكل أو بآخر فيما يخص الصراع أيضا مع إيران هي المركز أساسي، وبالتالي معركة صعدة تعتبر أنا من وجهة نظري هي ربما تأتي يعني الأهمية بعد صنعاء، يعني تحرير صنعاء مهم، لكن أيضا تحرير صعدة لا يقل أهمية عن صنعاء. ربما تحرير صنعاء وتأمينها بشكل دائم لتكون عاصمة للجمهورية اليمنية يعتمد اعتماد كامل على تحرير صعدة بشكل كامل لتكون جزء لا يتجزأ من الدولة. فبالتالي هذه المعركة نعتبرها أو هذه الجبهة هي من أهم الجبهات وهي من أخطر الجبهات، لذلك هي بحاجة إلى إسناد ودعم دائم، ولا بد أن تتكون القوة العسكرية والمقاومة من كل محافظات الجمهورية، لأن معركة صعدة هي معركة كل اليمنيين بلا استثناء، ليست معركة طرف دون آخر. والأهم من كل ذلك لا بد أن يتم التنسيق مع أبناء صعدة من المشايخ والأعيان والقوة الرافضة للحوثية، لأن صعدة هي أكثر المحافظات التي ظلمت من قبل الحركة الحوثية. وأنا أعتقد أنه تحرير صعدة ليس مستحيلا، لكنه سيكون صعب، وبالتالي لا بد من التركيز الأساسي على هذه الجبهة، وبمجرد تفعيلها ستضعف الحوثية في الجبهات الأخرى سواء في الكروح سواء في نهر، وستتحرك جبهة عمران. فبالتالي يعني تحرير صنعاء يعتمد اليوم على نقل المعركة إلى صنعاء إلى صعدة. نعم، هو بالنظر يعني لطبيعة المعركة وقوة الميليشيا المتمركزة في صعدة، يعني سيد نجيب رأيك هل سيبدو سير المعركة هناك؟ يعني هل سيستمر هذا التقدم السريع الذي أحرزته قوات الشرعية في البقع خلال الساعات الماضية، خصوصا أن البعض يطرح أن هذه المعركة هي فقط من أجل تأمين المناطق الحدودية؟
تأمين المناطق الحدودية مهم، لكن بالأخير يعني الصراع اليوم هو صراع تحرير صعدة. لدينا جبهة البوقع والجبهة المتجهة أيضا من الجوف، وبالتالي لابد من ممارسة الضغط وصولا إلى كتاب وصولا إلى المدينة، وأيضا فتح خط باتجاه عمران من عبر الجوف، لأنه معركة صعدة لا تعتمد أنك تنقل الصراع فقط من خلال البقع، تحتاج أيضا إلى تحريك جبهات حرف السفيان وتحريك جبهات عمران. لكن بمجرد أن ينتقل الصراع إلى داخل المديريات التي تتمركز فيها الميليشيات ستتحرك الجبهات الأخرى المحيطة بصعدة، أيضا ستتحرك جبهة ميدي وجبهة حرف. يعني أنا وجهة نظري أنه تركيز اليوم الصراع وتكثيف القوات التي تتجه باتجاه صعدة هو في غاية الأهمية. صحيح أنه هذا سيشكل صعوبة وربما يشكل استنزاف للمقاومة، لكن بالأخير مسألة الوصول إلى مدينة صعدة مثلا سيمثل تحول ومتغير جذري في المعركة كلها، وربما يسهل سقوط صنعاء بشكل أسرع. وهناك أيضا تأكيدات من المحافظة ومن قائد الجبهة هناك أن التقدم هو أو أن الهدف من المعركة هو الوصول إلى صعدة قبل أي حديث عن مسألة تحرير أو تأمين الحدود وغيره. لكن يعني سيد نجيب، فيما يتعلق بالقوى الاجتماعية القبلية، هل تعتقد أنها ستسهل من عملية استعادة المحافظة، وهل تعول الشرعية عليها في هذه العملية؟ لا بد من التنسيق مع هذه القوى الاجتماعية. كثير من أبناء صعدة مهجرين، وأنا أعتقد أنهم حيكونوا موجودين وحيكون لهم دور في المرحلة القادمة. هناك آلاف من أبناء صعدة موجودين اليوم في جيزان وفي نجران وفي الجوف، وهناك قوة داخل صعدة من أبناء صعدة، يعني فقط وصول قوة يعني تدعم حركتهم، وبالتالي كل أغلب القوة القبلية والاجتماعية الموجودة داخل صعدة، يعني المآسي الحروب التي أنتجتها الحركة الحوثية قادتهم إلى خسائر كثيرة، ليس فقط خسائر على مستوى يعني على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى استنزاف طاقة الناس من خلال القتل والذبح الذي انتشر. صعدة أصبحت مقبرة كبيرة، وبالتالي كل أغلب القوى الاجتماعية الموجودة في صعدة بمجرد أن تشعر أن هناك قوة قادرة على دعمها، أنا أعتقد أنها ستتحرك وستكون مساندة للجيش، وربما تكون جزء لا يتجزأ من المقاومة الوطنية. أشكرك سيد نجيب غلاب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى نهاية الحلقة، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي في الحلقة محافظ محافظة صعدة هادي طرشان، وأيضا انضم إلينا قائد المقاومة الشعبية هناك في منفذ البقع العقيد مهران القباطي، وأيضا الشكر لنجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. إذن مشاهدينا في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم، وتقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى المتقاتلكم في رعاية الله وحفظه.